يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. النهاردة عندنا أخبار ومواضيع كتير جدا هنتكلم فيها ونتناقش فيها مع حضراتكم، طبعا من خلال الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا وكل ما يتعلق بالنادي الأهلي وجماهيره تحديدا، لأن هدف البرنامج زي ما حضراتكم خلاص اتعودتوا هو التواصل الدائم مع جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا، وإحنا إن شاء الله هنفضل متواصلين مع حضراتكم على مدار الحلقات المختلفة. خليني بس أقول لحضراتكم في البداية إن إحنا منتظرين تواصلكم معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، سواء تويتر فيسبوك أو انستجرام. وسؤال حلقة النهاردة: ايه الذكريات او المباراة اللي ما تقدرش تنساها للنادي الاهلي في الاعياد المختلفة، سواء عيد الفطر او عيد الاضحى؟ طبعا احنا النهاردة رابع ايام عيد الاضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام والنادي الاهلي دايما في تفوق وفي تقدم. وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال هاشتاج البرنامج، هاشتاج الترند، اي رسالة حابين تسألوها او توجهها لنا هنرد على حضراتكم مباشرة على مدار حلقة اليوم، وعلى مدار الحلقات المختلفة هيبقى الهاشتاج ثابت معنا، هاشتاج الترند.